اليوم راح يكون عندنا مقطع السيت اب، ولما اقول سيت اب انا ماني قاعد اتكلم عن الغرفه الخضراء. لا يا جماعه الخير، هذه كانت ايام زمان. مين اللي لحق على الغرفه الخضراء؟ اللي لحق عليه يكتب في التعليقات. برضه ماني قاعد اتكلم عن غرفه نومي. ايوه كنت اطلع من الدولاب وحركات، بس الكلام ذا كان زمان. كمان ماني قاعد اتكلم عن الغرفه اللي اخذتها فتره كذا بعدين خلاص سحبت عليها، صورنا فيها مقاطع قصف جبهات وكذا، ما تفتكروها وما لو ما تفتكروها. اليوم احنا نتكلم عن السيت اب. السيت اب اللي كلف اكثر من 1,000,000 ريال. انا عارف اني ماشي صح لو ما تشوف من 2012 سردية ناجح في اليوتيوب. لو تقول ما تقول بتكون مطول، معقول بكون مكروه بالنسبة لك بس ماني لك مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمر من قناة ماكس جديد وفيديو جديد يا حبيبي. واخيرا فيديو المقر. فيديو المقر تاخرت فيه مره، انا ليا في المقر كم شهر وكل مره بصراحه وعدتكم اقول لكم فيديو المقر جاي، فيديو المقر جاي، بس بصراحه السبب الوحيد اللي ما خلاني اصور فيديو المقر هو انه مقربع. يا جماعه الخير انا هنا عايش لحالي ودايما انا قربع الدنيا، ووقت التصوير يعني كل ما اصور مقطع الدنيا تتقربع، اكون سكتش وترمى ملابس هنا وهناك. بس اليوم المقر ترتب كذا وتنظف كذا، لا اليوم لازم اصور المقطع. اليوم راح اوريكم اقوى مقر في مجره درب التبان، وما راح اخذكم من النص الان في نص المقر، راح اخذكم من برا ونمشي مع بعض حبه حبه كانكم كذا انتم زوار زايرين المقر. ايش اول الاشياء اللي تشوفوها وفين ممكن توصلوا للمقر؟ وطبعا عشان تخش المقر لازم تعمل عضويه، والعضويه هذه راح تتطور، راح احكي لكم عن العضويه اكثر لما نمشي في المقطع. فقبل ما نبدا كذا بالصلاه على النبي، صلوا على النبي اول حاجه، اللهم صل وسلم عليه، قولوا ما شاء الله تبارك الله المقر هذا كلفني مره كثير، واشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس اذا ما انتم مفعلينه. وطولنا في الكلام، خلونا نبدا الان في الرحله. حسيت كذا اني ماخذكم في رحله مدرسيه، يلا بينا. عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده، لما تزورون المقر اتاكدوا انكم تضغطوا الدور الثاني، عشان ماكس جدي ساكن في الدور الثاني، واللي يسالني فين اللوكيشن اقول لك حبيبي دور. المقر مكانه سري جدا، ما في ولا احد في جده يقدر يوصل، حتى اهلي ما يعرفوا فين الا ابوي وامي. محمد الاسانسير. اوكي رجعت، خلينا نكمل رحلتنا. الاسانسير هذا غير امن اعزائي المتابعين، احس انهم يراقبونك، هنا تخبى في المقر. حينفتح الباب وراح تجيك اشاره ماكس جدي يا حبيبي، تقول لك المقر من هنا. القانون رقم واحد في المقر، اي احد يدخل المقر لازم يفسخ جزمته هنا. شايفين شايفين الخط هذا؟ ممنوع احد يعديه وهو لابس الجزمه. اللهم اني بلغت، اللهم فجاه نقعد ننظف ننظف وما ادري، بعدين يجي واحد يوسخ لي. يا راح تنظف المقر انت بنفسك. اول ما تدخل المقر حيجي على يمينك الحمام، حمام بسيط يعني متواضع. الحمام هذا يستخدموه الضيوف الجدد في المقر، اي احد جديد يجي المقر كذا اول مره نصرفه على الحمام هذا، حمام الضيوف. الضيوف لما كل ما تجي المقر اكثر تكسب نقاط اكثر وتروح للحمام الافضل. حتشوفوا الحمامات ليفل المحبة عندنا بالحمامات. لما تدخل من المقر حيجيكم هذا الجدار الجميل، طبعا الجدار هذا مليء بناس سهروا وتعبوا على راحتنا، متعونا في وقت طفشنا. وكازا دي بابيل، هيتاشي، هنا سيارتي ما ادري ايش قاعد تسوي، فريندز هنا، شيرلوك، توماس خلبي، وعاد هذا حبيب الملايين. بابا 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 طبعا عندنا في المقر هذا الجهاز الجميل، الجهاز هذا وظيفته مره رهيبه، يقول لك يظبط الروائح. نحن في المقر دائما نجيب اكل وخصوصا البيك، والناس اللي اكلوا البيك يعرفوا انه ينشر رائحه سامه في المكان. ثوم. عشان ريحه المقر تكون مره رهيبه جبنا هذا الجهاز، الجهاز هذا يشفط اي روائح في المقر عشان البيئه تكون جميله والواحد يقدر يتنفس باريحيه تامه. كيف اني معاكم كذا وانا تهمني صحه الضيوف. طبعا هنا عندنا غرفه العاب، لكن المنطقه هذه راح نخليها اخر منطقه في الفلور. لو كملنا سيده كذا على طول راح نلاقي سلطع برجر، وراح نلاقي هنا مشروب ايه، هذا بيبسي. اعزائي المتابعين هذا بيبسي، واي احد يقول لك هذا مو بيبسي يقول له لا هذا بيبسي، بيبسي دايت كمان، نحن ناس ندعم الصحه. اول ما نخش المطبخ كذا بالصلاه على النبي راح نلاقي عندنا مقاضي، هذه عاد مقاضي اليوم، مقاضي اليوم هذه لي شهور ما جبتها، يعني تقدر تقولوا يعني اني حاطه زينه، نص طبق بيض، كيلو طماطم، جالون حليب، قال لك يعني اني بطبخ هنا، كل اكلي من برا. وهنا عندنا براده مويه، فكت ازمه اعزائي المتابعين، كنت اول اجيب دائما قوارير مويه صحه، اكتشفت انه القوارير مضرة بالبيئة، بلاستيك كثير ينرمي في الزبالة وصراحة هي غالية، هي مضرة في البيئة وغالية، عم اجيب هذه اوفر لك. مطبخ جميل متواضع، عندنا هنا مخزون من المياه لما الوحش هذا يخلص، وعندنا هنا مخزن جميل، المخزن جدا حوسة فما يحتاج نشوفه الان في الوقت الحالي. هنا ماكس جديد يغسل صحون اعزائي المتابعين. يب ماكس جدي قمة في التواضع، هو اللي يغسل الصحون، هو اللي صار مقط، ماكس جدي يسوي كل حاجة. وين عندنا بروتين يا معلم؟ كوتش عبد العزيز بالله كيف أنا معاك؟ اندومي كذا حق آخر الليل، وكوكو بوبس كورنفليكس، حق تعرف كذا لما تصحى من النوم تكون مرة جعان،
كوكو بوبس يا معلم. عندنا هنا مايكرويف جميل لتسخين الطعام، فاهمين علي؟ هنا عاد تبى تسوي شاهي، تبى تسوي حاجه. عندنا هنا عاد دولاب مليء بالكوفي والشاهي والعصيرات. عندنا هنا سريلاك، ما ادري ايش قاعد يسوي. يا يوم من الايام طقت في راسي قلت بسريلاك، جيب واحد سريلاك يا معلم. وهذه الثلاجه الجميله اللي حاطين فوقها ورده، الصراحه ما كنت عارف فين احط الورده في المقر، ما لها مكان، حط فوق الثلاجه يا معلم. هنا عندنا طبعا كل انواع الاسكريمات المضره بالصحه. وعندنا هنا يا معلم ثلاجتنا. اهلا وسهلا اعزائي المتابعين، كل واحد يجي ياخذ له عصير وبالعافيه عليكم. طبعا تلاحظوا عندنا في المقر اغلب المشروبات صحيه. اعزائي المتابعين، اخوكم في الله مره يحب العصيرات، فعشان يعني ما اضر نفسي يعني بالسكريات وكذا، احاول اجيب دايت وما ادري ايه عشان احاول اضبط الموضوع. بس زبط الثلاجه يعني ما فيها اي شيء مثير للاهتمام، ثلاجه شخص عزابي عايش لحاله، ما فيها اكل ما فيها الا عصير. قبل شويه اقول لكم ان انا قلت لك ايه، ابى اسوي يعني اني انسان صحي، لكن لما اوريكم الدرج اللي حوريكم اياه الان راح تحس انه يا انه في شخصين عايشين في الغرفه، يعني عموما انت عندك انفصام شخصي. والحقيقه انه لا هذا ولا هذا، اخوكم في الله يمسك دايت كم يوم بعدين يطفش يجي عند الدرج ذا. اعزائي المشاهدين، جهزوا نفسكم لدرج الاحلام. تفضل يا حبيبي. هلا 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 والله. تحسبوا كذا خلاص؟ لا يا حبيبي. اللي بعده مع البال. هلا هلا. اعزائي المتابعين، ماكس اتش دي لما يقول لكم جهزوا مفرحاتكم وعصيراتكم، فهو كمان يجهز مفرحات وعصيراته معاكم. هذا جزء من المفرحات والعصيرات حقتي. استغفر الله العظيم. اهلا وسهلا، المطبخ خلصنا، اللي بعده. الغرفه اللي بعدها عندنا بصراحه اكتشفت اني ما استخدمها كثير، لكن المرات اللي استخدمت فيها هذه الغرفه بصراحه مره استفدت. تقدر تقول هي غرفه زايده ما عرفت ايش اسوي فيها، فقلت عمر سويها غرفة اجتماعات. هلا والله. زي ما انتم شايفين يا جماعة الخير، هذه غرفة اجتماعات بسيطة عندنا، أحيانا في شركات، أحيانا في يوتيوبرز، أحيانا في أشخاص نبغى نيجي نبغى نفكر مع بعض، نيجي الغرفة هذه، نقعد كذا على الطاولة كذا، الحين أوريكم كيف، كذا على الطاولة كذا. أهلا وسهلا، أنا اسمي عمر، السلام عليكم. صح عشان كورونا ما نسوي نسوي كذا، السلام عليكم. كذا أغلبكم لاحظ إنه ألوان الغرفة كذا غريبة، عادة الغرفة الاجتماعات تكون رسمية. أنا ما حبيت أسوي الشيء هذا في المقر، ما حبيت أخلي المكان رسمي، حبيت أي شخص يجي هنا يحس انه بارتي، ياخذ راحته، مكان يفتح النفس، مو يجي كذا رسميات وكذا. انا هذه الحركه ما ابغاها في المقر، ابغى في المقر كذا يعني شايفين هذه غرفة اجتماعات، طبعا هنا في حمام صح؟ الحمام هذا الناس اللي يبداوا ها يمونوا، اللي خلاص صاروا اصحاب المقر يجونا دائما يصيروا يدخلوا الحمام ذا، مو ذاك التسليك اللي هذا، تشوفوا الحمام هذا فيه عديد من الميزات، في غرفة شوارع كذا ومراية يعني كبير كذا، حلو حلو الحمام هذا حلو، شوفوا حتى شوف في صوابين كذا انواع خاصة كذا، حمام شوية في اي بي، مو في اي بي لسه الفي اي بي جايينه بس شوية في اي بي. فكنت اقول لكم انه غرفة الاجتماعات انا ما حبيت اخليها غرفة رسمية، زي ما انتم شايفين الرسمات اللي موجودة في الجزار، او هذه مو رسمة، هذه استيكرات، الاستيكرات الموجودة كذا اشياء لها علاقة بالسوشيال ميديا، اشياء تخلي اللي يدخل الغرفة يحس انه كذا يبغى يجمع فلوس من السوشيال ميديا، يبغى يفكر كذا برين ستورمينج، يقول لك يعني عصب ذهني، يقول لك فاهم علي؟ ممكن تشوفوا بعض الاشياء هذه موجودة في المقر في بعض الجدران، الاشياء هذه الهدف منها انها تعزل الصوت، ما تخلي فيه صدى في المكان، حاولت قد ما اقدر انه المكان يكون كذا يعني اي مكان كذا، احط الكاميرا هنا اقدر اصور مقطع، احطها هنا اقدر يعني كل مكان فيه فيو رهيب، فجهزت كل غرف انها تكون عازله للصوت عشان اقدر اسجل بقى. هنا في سرير، السرير مال امه دخل في غرفه الاجتماعات، بس يعني عشان قبل كم يوم كان عندي صاحبي من الرياض جاء ضيفته عندي في المقر، قلت له نام هنا فاهمين، وصراحه كسلت اشيل السرير الصراحه. عندنا هنا سبوره مكتوب فيها ويلكم تو المقر، ولما نكون جالسين في غرفه الاجتماعات نفكر ايه ومع بعض كذا ويه ومركزين، جاء واحد قال انا استاذنكم يا جماعه الخير، اقول له نو كيب كام تقهوى وعين من الله خير، صدقوني تنفع، يقوم يطول وكذا قدام قدام. وعندي هذا الرف في صورتي هنا مع المتابعين، هلا والله. عندنا كمان هنا شويه العاب، احيانا نستخدم الطاوله هذه للعب، احيانا ناكل فيها، يعني الطاوله هذه صراحه متعدده الاستخدامات. جهاز كاشف الكذب ماكس اتش دي يا حبيبي. هذا المفروض مو مكانها هنا، افضل تكون هنا بس بعدين برتبها زبط. عندنا هنا اونو الجديده والقديمه، وعندنا هنا العاب كمان مليان، عندنا هنا العاب عشان لما يجوا ناس هنا عندي ممكن نتسلى ونلعب مع بعض. كاس جوي اكشن رويال بطوله اليوتيوبرز اللي شاركت فيها، عندنا طبيعه وخيال واخضر، وهنا عندنا رف، والرف هذا اللي عندنا رهيب، هذه اول كاميرا استخدمتها في حياتي، هذه اعتقد كانت ثاني او ثالث كاميرا استخدمتها في حياتي، وهذه الكاميرا ما استخدمتها الا مره واحده بعدين خلاص خربت، حسبي الله ونعم الوكيل. بس هذه برضه من الكاميرات اللي قد استخدمتها، هذه طبعا هذه تحسبوها عدسه، هذه كاسه تشرب فيها شاي ولا مويه ولا اي حاجه. صوره ثانيه هنا مع المتابعين، يا لب قلوبكم حبايب قلبي. صح نسيت اوريكم، دائما الغرف راح تلاقوا فيها رسمات تدل انه هذه الغرفه ايش فيها، هنا عقل ونور يعني غرفة تفكير، غرفة تركيز، فاهمين؟ وصح ما وريتكم اللوحة هذه، جاتني من واحد من المتابعين الله يعطيه العافية، من بعيد تشوفوها صورتي بس لما تقربوا
تلاقي صور كثيرة، يعني الصورة مكونة من صوري. والله ما أدري كيف أشرح لكم إياه، بس إن شاء الله أنكم فهمتوا. هنا عندنا مراية بشكل خنفشاري. الصراحة أنا سويت كذا، قعدت أرجع، حطيت واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا، حسيت الشكل طلع جيد. نروح للغرفة اللي بعدها. الغرفة اللي بعدها ممكن تفتكروها من المقاطع القديمة، مو القديمة مرة، يعني المقاطع اللي صورتها يمكن قبل سنة تقريبا. أول ما جيت المقر، كنت أصور كنت أصور في الغرفة هذه أعزائي المتابعين. زي ما تشايفين هي الآن غرفة كده إيه مليئة بالرومانسيات. زي ما تشايفين هذه الغرفة، أتوقع كثير منكم افتكرها الآن. زمان كان مكتبي هنا موجود، حتى كان هذا الفيو تبع المقاطع، ما أدري تفتكره ولا لا. والله الصراحة بس بعدين صراحة قررت أغير، قررت أروح لغرفة أقدر أستعمل يعني فيها نور شمس مرة قوي. رحت للغرفة الثانية، والغرفة هذه خليتها غرفة قاعدة، في نفس الوقت مستودع، حط فيه الكراسي الزايدة، في نفس الوقت غرفة بارتي يا حبيبي. غرفة هذه اتعبتني. طبعا زي ما تشايفين هذا درع المليون وهذا درع المئة ألف. عندنا طاولة تلفزيون كده جميلة، هنا عندنا شوية أغراض. أول كنت مهتم في المكان هذا ومرتبه، بس عشاني ما صرت أصور في الغرفة هذه فسحبت عليه كده، صرت أحط هنا أشياء مثلا، يعني خليت الغرفة نص مستودع نص غرفة، فاهمين؟ يعني ما يبغالي أستفيد من الغرفة هذه، يبغالي كده أشتغل عليها وأسوي منها لوكيشن ثاني ممكن. نروح لحمام الفي أي بي، حمام ليفل ماكس. هذا الحمام يعتبر جوا في المقر، ما هو كده طرفاني، فاهم؟ فممنوع أي أحد يخش الحمام هذا، للناس اللي وصلوا ليفل 100 ليفل ماكس اتش دي. وعدد الناس اللي وصلوا ليفل ماكس اتش دي في الحياة هذه هم أنا بس. الحمام هذا وحمام الشخصي، ممنوع أي أحد يستخدم هذا الحمام، هذا قانون في المقر. قال لي مو عاجبه لا يشرفنا في المقر، في حمامين للضيوف، اذا انت ضيف تمون غرفه الاجتماعات، اذا انت ضيف ما عند الباب الله يسعدك، اصرف نفسك. اهلا وسهلا بكم في حمام ماكس جدي المتواضع. هتلاحظوا الحمام كده فيه فرشات ايه، وفي منتجات كده حلوه ايه، في نور في المرايه شهيك لي بالله، حمام في اي بي. هنا عندنا الشاور اعزائي المتابعين، يعني هو حمام يعني بس كده في اي بي، قال لك يعني لا احد يلمس هذا الحمام عشان لا نتضارب مع بعض. اوكي خلصنا من الغرف دي كلها، نروح لاهم غرفتين في المقر بعد الحمام. انا الحمام بيت الراحه، بالله تقدر تعيش بدون حمام عز المشاهد؟ ما تقدر. الحمام اهم غرفه في البيت دائما. ثالث اهم غرفه، غرفه الالعاب او غرفه القعده. زي ما تشوفين يا جماعه الخير، هذه الغرفه قد صورنا فيها مقاطع قبل كذا، وتتميز هذه الغرفه بانها تحتضن الجميع. خليني كذا اشغل اللمبات عشان ايه تشوفوني كذا واضح. تقدر تستلقي في هذه الكنبه وتتابع التلفزيون. يا سلام على روقانك يا ماكس اتش دي، حط لي صوره المحيط في التلفزيون، يعني اني مسافر، يعني اني قال لك. هذه هي غرفه الجلسه يا جماعه الخير، هنا نجلس انا واصحابي نلعب بلاي ستيشن، نتفرج مباريات، نتفرج كوره، نسوي اي حاجه هنا. الغرفه هذه هي غرفه القعده. وزي ما انتم شايفين كمان، قد شفتوها هذه اكيد في مقاطع قبل كذا، عندنا الجدار هذا المليء بالرسمات. استاذ عبد الهادي ثانك يو سو ماتش على التحفه الفنيه الجميله هذه. وعندنا هنا كمان سياره برتقاليه، شفت لونها برتقالي يمشي مع الكنب، جيب يا معلم. وعندنا المنطقه هذه مره رهيبه يا جماعه الخير، المنطقه هذه مره رهيبه. اول حاجه كذا نبدا من تحت، نبدا من بلاي ستيشن 1، بلاي ستيشن 2، بلاي ستيشن 3، بلاي ستيشن 4، والحبيب الغالي بلاي ستيشن 5. عندنا هنا كمان مجموعه الايادي، من الواضح انه هذه غرفه العاب، يعني الواحد هنا يجي يستمتع في وقته. وعندنا هنا تشكيله متواضعه من الاشرطه الجميله، سوني 3، سوني 4، سوني كمان سوني 5. ما عندي العاب سوني 5 الا ذي اللعبه الصراحه، حتى لسه ما ختمتها. عندنا هنا صندوق ببجي، عندنا هنا خوذه ببجي كمان. الصندوق والخوذه طبعا فشختهم، مو فشختهم، استعرتهم. يا ولد محمد، لا اله الا الله. خوذة ببجي والصندوق طبعا اخذتهم من تصوير برنامج جوي اكشن رويال. لما خلصنا التصوير قلت لهم ايش حتسووا بالاغراض؟ قالوا بنرميها. قلت له يا حبيبي جيب ودي حوش. والله حطيتهم مره حلوين صراحه، مسويين جو مره حلو. بعدين عندنا هذه المرايه الجميله اعزائي بالله، ايش رايكم؟ اول حاجه قولوا لي ايش رايكم في البلوفر؟ صح ما تكلمنا عن البلوفر. البلوفر هذا واحد من العينات والديزاينات اللي قاعدين نجربها. يا اعزائي المتابعين راح اكشف لكم حصريه من الحصريات، قاعدين نشتغل على ميرج جديد. ماكس الدير راح يبيع ملابس، ليتس جو ماكس جدي. وربي يضبطكم ان شاء الله كده، حسوي لكم ملابس مره رهيب تلبسوه كده والناس يقولوا ديم. ان شاء الله ان شاء الله، بس دعواتكم بس دعواتكم. اوكي الان راح نروح للغرفه اللي انا اعتقد 90% منكم داخل المقطع عشانها، الست اب يا حبيبي، ليتس جو. هذه غرفة لازم نلبس فيها نظارة من شدة العظمة. هذا هو السيت اب يا جماعة الخير، هذا المكان اللي اصور فيه. زي ما شايفين المكان هذا مختلف عن اي غرفة موجودة ثانية في المقر، تحس نفسك في الفضاء حرفيا. هذه الغرفة من اكثر الغرف اللي تعبتني في الاطباق، مرة واضح. عندنا هذا الباب مع الاضاءة الجميلة، طبعا الباب هذا يخرج على هذا عرفتوا، بس نحن مقفله عاد. وطبعا عندنا هنا كرة سلة، الصلاة على النبي، بسم الله. وب عشان لابس نظارة يا جماعة الخير. وب والله كانت قريبة، دقيقة ما راح اكمل لين ما اجيبها.
وجنب الباب عندنا هذا الدولاب الجميل. الدولاب هذا مليء بالتحف الفنية ومليء بالإضاءات الحبشتكنية. عندنا هذا الصندوق فيه الأشياء كفيه كذا أشياء مرمية جوته والأشياء اللي ما لها مكان، الأشياء اللي ما أستخدمها دائما نحطها في هذا الصندوق. عندنا هنا هذه الفتحات كل فتحة فيها حاجة معينة. عندنا هذه التحفة الفنية لأتاكون تايكن شينزو سوساغيو. زي ما تشوفي أنت حتى في عين أمك قرد. ناس يقولوا القرد في عين أمه غزال، هذا يقول لك أنت حتى في عين أمك قرد. عندنا هنا مجموعة كتب، حلم أحب ماكس جديد يقرأ الكتب، الله عليك ماكس جديد. وهذا الصندوق المليوني زي ما وعدتكم كل مليون نوصلها راح نفتح الصندوق وراح ناخذ تحدي منه. عندنا هنا كمان صندوق ثاني بس يعني هذا صندوق مصغر، فاهمين؟ أوريكم حركة رهيبة. بالله ايش رايكم؟ عندنا كورة سلة هنا، عندنا هذا حقة الافلام، يقول لك 5 4 3 2 1 اكشن. كيف بالله اصلح مخرج؟ مخرج قلت اصلح مخرج ولا لا؟ نكمل. عندنا هنا بعض التحف من الاماكن اللي قد سافرت لها، مدريد، لندن، هذه دبي. طبعا هذه انا ما سافرت اسطنبول صراحة، بس يعني هذا الوالد اعطاني، الوالد الله يعطيهم العافية سافر وجابوا لي هذا. عندنا هنا كمان اضاءة خلفية، كارت فيفا للاسطورة ماكس اتش دي. عندنا هنا بلاي ستيشن 5، ماني عارف ايش اسوي فيه في الوقت الحالي، لكن الظاهر اني بسوي عنه مسابقة ونوزع للمتابعين. ونجي للشيء الرهيب هذا، عندنا طاولة هوكي. ثلاثة حاجات ما تقدر تهزم فيها ماكس اتش دي في الحياة: طبخ الاندومي، ماكس اتش دي يسوي احلى اندومي، ما تقدر تهزم ماكس اتش دي ايضا في اليوتيوب لانه افضل اليوتيوبر في مجال الدرب التبانة، وما تقدر تهزم ماكس اتش دي في الهوكي، واذا مو عاجبك انزل لي. ومع طاولة الهوكي عندنا اضاءة النانو ليف الرهيبة. صراحة كنت مرة متردد اني اشتري النانو ليف لانها مرة غالية، بس بصراحة ما ندمت. يا جماعة الخير نورها مرة قوي، في نفس الوقت تعطي شكل مرة خرافي، ولاحظت هذا الشيء كثير ناس اشتروها كانوا يقولوا اوه سعرها غالي، بس لما اشتروها قالوا ديم كويس ان اشتريناها. كمان هذه الإضاءة مرة مرة رهيبة. هنا عندنا شوية أشياء حق التصوير، عندنا هنا إضاءة كورنر، هذه كانت أول هناك بس يعني أنقلها أحيانا من مكان لمكان، أحس هذا المكان كذا يبغى له نور شوية فكان مسوية جو هنا. صندوق فيه له أسلاك. ونجي للمكان المهم، السيت أب يا حبيبي، أفضل سيت أب في مجرة درب التبانة بقيادة اديتر. ليه تسوي طوط؟ ما قلت شيء غلط، قلت اديتر ترى ما فيها شيء الكلمة. لا حول ولا قوة. خلاص ما حقولها هذا السيت اب الجميل. طبعا عندنا شاشتين وعندنا بي سي، بي سيين واي ماك. عندنا ثلاث بي سيات في المقر، كل بي سي له مهمه معينه. طبعا دائما تشوفوني كذا صور المقاطع كذا، بس هذا اللي صاير خلف الكواليس. هذه الثلاث اشياء مسويه جو خرافي. اوكي طولت، خلينا نخش في التفاصيل يا معلم، في ناس استنوا هذه اللحظه من زمان. اول حاجه عندنا هذا المايك الرهيب، لمسه كذا من فوق لا اشتغل ميوت، اشتغل ميوت، اشتغل. صراحة مايك مرة كويس، ما جربت مايكات كثير في حياتي، بس هذا من المايكات اللي جربتها اللي عجبتني. جربت مايكات قبل كذا زي البلويتي شايفينه هنا كويس، بس مو زي هذا، هذا أفضل منه. وعندنا هذه الإضاءة، وفي نفس الوقت ستاند للجوال، أقدر أحط الجوال هنا أسوي مكالمات أصور تيك توك اللي هو. صح عندي حساب في التيك توك ما تدروا؟ وربي عيب عليكم. يلا يلا سووا فولو بسرعة، ما أنا أحسن نفسي ما سمعت، سووا نفسي ما أدري، سووا فولو وقف المقطع، تعال نكمل. عندنا هنا الستريم ديك. لا 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 ما تعرف إني أسوي بثوث في تويتش؟ ما أنت مسوي الماكس تي فولو في تويتش؟ حسامحك برضه، حسابي حق تويتش موجود تحت في الديسكريبشن، ادخل وسوي فولو عشان لا نزعل من بعض. تابع بثوثي المباشرة، اسوي بثوث كل يوم يومين كذا، كل كم يوم اسوي بثوث، مرة رهيبة حتستمتع، صدقني حتستمتع. هذه السماعة اللي استخدمها في الوقت الحالي، هذا الكيبورد تبع البي سي الأول، هذا البي سي الأساسي حق الجيمنج، هذا الكيبورد والماوس حق البي سي الثاني. البي سي الثاني غالبا اسوي عليه عمل مكتبي، البي سي هذا أغلب الضغط يكون عليه، والبي سي الثاني موجود عشان لو جاء أحد يبغى يشتغل معايا يصير عنده شاشة يقدر يشتغل فيه. عندنا هنا هذه الإضاءة الرهيبة اللي استخدمها في تصوير المقاطع. صراحة يا جماعة الخير أنا من الناس اللي كنت أشتري إضاءات رخيصة، كنت أقول في النهاية لمبة ما تفرق، بس لاحظت إنه كل ما اللمبة صارت غالية كل ما كانت أسطورية. ربي دفعت في مبلغ في اللمبة دي، مبلغ مرة كم دفعت فيه؟ يمكن 1000 وحاجة، بس مرة تعطي إضاءة خرافية تفرق، ما أقدر أوصف لكم كيف، بس تفرق. كان عندي أول هذه الإضاءة اشتريتها من علي إكسبريس، ما أدري كم سعرها، يمكن سعرها 50 ريال، ما أدري رخيصة جبل، بس إضاءتها مرة. أوريكم عشان تشوفوا الفرق بنفسكم. شايفين كيف لونها نورها؟ تحسه غير، شوف قارنوا النور حقها كذا، قارنوا النور حق هذه، شايفين الفرق؟ هذه تحسوها كذا انعم، واقدر اتحكم في شده اضاءتها. ما بطول في هرجه الاضاءه والمواصفات ودي الاشياء لاني ماني شاطر فيها، بس المواصفات الاساسيه حيكونوا موجودين في الشاشه. كمان عندنا الاي ماك، احيانا نسوي مونتاج لمقاطع في الاي ماك، انا منتج على الفاينل كت ومنتج على السوني فيجاس، فاينل كت في الاي ماك والسوني فيجاس في البي سيات هذه. عندنا هنا الساعه الرهيبه لتعرض لعدد المتابعين، كل ما اشوفها يا جماعه الخير اطالع عدد المشتركين واعرف قد ايش قاعد ازيد، وبصراحه مره
مرة أفرح لما أشوف الأرقام تتحرك. الحمد لله لك يا رب، شكرا لكل واحد قاعد يشترك ويدعمني. عندنا هنا إضاءة، الإضاءة دي اشتريتها وقت رمضان بس بصراحة ما رميتها، حسيت إنها جيدة وتخلي يا معلم السنة كلها رمضان الحمد لله. وعندنا هنا سلسلة نظارات، صرت أحاول أخلي نظارات قريبة من المكتب لأني لاحظت إن أكثر من مرة أصور وأنسى البس. هذه النظارة كم يوم رحت الملاهي جمعت جوائز ولعبت ألعاب وكذا جمعت نقاط، في النهاية رحت عند الكاشير قلت له أبغى لعبة، ما لقيت إلا النظارة الرهيبة دي، طانية وانكسرت على طول بس يلا معلش. ايش كمان حتلاحظوا عندنا في الغرفه في شريط ليد ماشي في الغرفه كلها لين النهايه، حرفيا الاضاءات في هذه الغرفه مره تعبتني، احس اني بحط اضاءه كمان هنا، احس الجدار هذا فاضي ماني عارف هل انا قاعد ابالغ ولا لو حطينا اضاءه هنا هتطلع حلوه، لسه قاعد افكر في الموضوع. قولوا لي ايش رايكم. ايش كمان اوه نسيت انه عندي سطوح، نسيت. اعزائي المتابعين ما يحتاج تروح اسبانيا عشان تروح للسانتياغو برنابيو، عشان يا جماعه الخير انا جايب لكم السانتياغو برنابيو عندي هنا في المقر. يا سلام، عندنا ملعب كوره جميل في السطوح، عندنا هذه المرجيحه الجميله الرومانسيه، تجي هنا تقعد وتتمرجح مع زوجتك البيب، بس للاسف انا اتمرجح لحالي انه ما عندي بيب. خلاص ما بتمرجح كده، احس اني وحيد مره. جاي اللي بتمرجح في دي المرجيحه بتمرجح مع البيب لما تزوج، كفايه تقطع كفايه. زي ما تشوفين عندنا هنا مرمى وعندنا هناك مرمى، احيانا نجي نحن والشباب نلعب هنا كوره بس الاجواء في جده الايام دي مو تشوف، طلعت لسه ثواني على الركب. عندنا كمان هذه الخيمه الجميله، انا بصراحه ماني متاكد اذا هي جاهزه ومرتبه، خلينا اشوف بالله دقيقه. والله يا جماعة الخير الدنيا مرة حوسة وتراب، من زمان ما رجينا في الخيمة هذه لأنه الجو صار حار، بس في الشتاء كنا نقعد هنا أحيانا على الجو البارد. ححط لكم صورة للمكان دوب أنتم تتخيلوا أنكم شفتوه. خلاص أوه الكورة، يا هلا والله يا هلا يا هلا. يلا شوف شوف شوف، شيك لي على تحدي العرض، شيك لي تحدي العرض. قريبة قريبة تحدي العرض، بسم الله. لا في هذه اللحظة أدرك أبو حمدان أنه جاب العيد. عشان الملعب في السطوح، فهذه المره الخريليار اللي تتقطع فيها الكوره، خلاص تعودنا نسوي فيها بتفلسف العارضه وما ادري عمي. بس والله يا جماعه الخير هذه كانت جوله بسيطه في المقر الجميل المتواضع، ان شاء الله يكون عجبكم المقر وان شاء الله كان يستحق الانتظار هذا كله. حرفيا يا جماعه الخير المقر هذا مره تعبني عشان اسويه، اخذ مني شهور واخذ مني فلوس عشان اخلص. طبعا زي ما انتم ملاحظين انا ماخذ الدور كامل، ماخذ شقه وماخذ السطوح كامل، العماره هذه كلها الحمد لله ملك للوالد، انا والوالد اشتغلنا عليها مع بعض، فتكلفة بناء العمارة كاملة هذه كلفتنا أكثر من مليون، هذا غير الأشياء اللي موجودة في الستر اللي كلفت مئات الألوف من أجهزة وعدة وأغراض، فنحن من جد قاعدين نتكلم عن ستب مليوني. أعتقد المقطع هذا حيكون مرة طويل، إذا استمتعتوا اضغطوا زر اللايك، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس إذا ما أنتم فاعلينه، كان معكم عمر من قناة ماكس اتش دي، شكرا لكم على المشاهدة. I love you all. نفسي كذا اجمعكم كلكم في المقر عندي كذا، بس والله ما حيكفي اعزائي المتابعين. لما نوصل 5 مليون نعزم كم واحد من متابعين المقر يجي ياخذ لف فوق. والله فكره، اكتبوا لي رايكم في الفكره تحت في الكومنت، نعزم كذا كم واحد منكم بشكل عشوائي ونجي نصور مقطع ونتعشى مع بعض هنا في المقر، اقول شيء مره اكسر راسكم هوكي كمان. وبس كان معكم عمر من قناه ماكس اتش دي، اشوفكم على خير اعزائي المتابعين، السلام عليكم. هيتي سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع، سوي لايك واشترك في القناة، واذا ما اشتركت راح تحس بمعنا. يلا سلام.